شنو رأيك بقضية الهجرة الغير شرعية للدول الأوروبية؟ نشوف إقبال شبابي حتى عوائل. والله يقول لك ما يصبر على المرء إلا الأمر منه. أكيد هو ليش دا يهاجر؟ يريد يعيش حياة كريمة، يقدر حتى بس يحصل على حقوقه وليس متطلبات. أكو حقوق وأكو متطلبات. هو هسه احنا بس نريد حقوقنا، ما نريد متطلبات. زين نشوف انه يعني يتحملون برد وثلج وامطار، شنو سبب هذا الاقبال يعني؟ سبب الظرف المعيشي، يعني تدهور الاوضاع الامنيه والخدميه يعني الحياه صارت كلها من كل النواحي صعبه. حتى عوائل شفنا يعني مو بس شباب. إيه يعني يقول لك أنا أخذ أطفالي وأروح هناك على الأقل يصير عنده مستقبل، هنا أنا مستقبل غامض. يعني أنت كرأي مع الهجرة؟ أنا مو مع الهجرة، يعني أنا ما أخذ عائلتي وأعرضهم للخطر، لا أنا مجازفة. بس اللي قاعد يسوي شيء أكيد شايف أوضاع سيئة أكثر من عندي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عيوني. شنو رايك بالهجره الغير شرعيه للشباب العراقي؟ نشوفهم يروحون لاوروبا ويجاسفون، شنو سببها؟ شنو رايك فيها؟ السبب يعني شلون الوضع بالعراق، يعني ما عنده يعني انه مثلا شغل او شيء غيره فيهاجر خارج البلد. يعني مو مجازفه هي. يتحملون حر وبرد مثل ما شفنا بالفتره يعني الكبيرة. حسب راي الشخص، كل من ورايه. انا مثلا انا لا، هسه انا ما هاجر، لا عف بلد، اي ايه؟ لا عف بلد، يعني هنا لا شغل لا عمل لا تعيين. ايه ايه. راح يشوف هناك احسن، اللي عنده شغل يجازف بحياته حتى يعيش. يعني انت مع بس تكون يعني مضمونه؟ لا هي حتى هي ما مضمونه ولا 1% مضمونه، بس انه انا خاطر بحياتي حتى اقدر اعيش هنا، انا ما اقدر اعيش.